هسه راح نحكي عن الصور وشلون نتعامل وياها بلغة ال HTML. طبعا الصور اكو هواية انواع من الايمجز اللي مستخدمة بالويب وبالحاسبات بصورة عامة. اكو هواية فورمات مختلفة وكل وحدة لها خصائص معينة، بس اشهر انواع الصور اللي مستخدمة بالويب اللي هي صور الجي بي جي وعدنا صور اللي يسموها البي ان جي وعدنا صور اللي يسموها الجي اي اف. اكو هواية انواع بس دني اشهر ثلاثة تستخدم بالويب. الجي بي جي عادة تستخدم للصور اللي بيها هواية الوان، يعني تتحمل الوان كلش هواية، يعني مثلا صورة شخص معين او صورة فد منظر طبيعي. الصور الحقيقية دائما نستخدم الجي بي جي الها. البي ان جي والجي اي اف هذه تستخدم للصور اللي ما بيها هواية الوان، ما بيها تدرج لوني عالي، مثلا الوان الشعار، مثلا شعار الموقع خلينا نقول، او في بعض الامور مثلا الكوماند البتن او الكوماند اللي نخليه على الموقع اذا نريد نسوي على شكل صورة ما بيه هواية تدرج لوني، فنستخدم البي ان جي او الجي اي اف. وايضا البي ان جي دائما تكون مثل ما هسه راح نشوف الخلفية مالتها غالبا نقدر نسويها شنو، نسويها ترانسبيرنت. يعني شنو؟ يعني شفافة، خلفية شفافة، يعني عندك فد شكل معين مثلا نجمة، هذا الشكل تقدر بس مثلا نجمة هذا اللون مالتها ملونة، الخلفية مالتها تكون يعني ماكو خلفية، يعني اذا الصورة هذي ابعادها، فاذا خلفيتها مثلا بيضة راح تطلع على شكل مربع، بينما اذا كانت بي ان جي نقدر نحذف الخلفية فيكون بالموقع شكل الصورة مثل النجمة فقط ما بيها خلفية، الخلفية تكون شفافة. الجي اي اف ممكن انه تتضمن حركة، صورة متحركة، يعني مثلا هذه النجمة تفتر، الجي اي اف تحتوي على اكثر من فريم، وهذه الجي اي اف جدا استخدموها بكثرة بداية التسعينات اول ما طلعت المواقع الالكترونية، وهسه اختفت، يعني نادرا ما تلقى موقع يستخدم جي اي اف او صورة متحركة، لان صارت احنا مثل ما قلنا بالبداية تصميم المواقع هو مثل المودة او مثل الستايل، يجي مجموعة من السنين بعدين يتطور، بعد ما حد يستخدم الستايل القديم. فهاي ثلاث انواع نقدر نستخدمها بالمواقع مالتنا. التاج اللي مسؤول عن الايمج اللي هو اسمه IMG هذا التاج بال HTML، اذا اريد اخلي صورة بالموقع مالتي استخدم هذا التاج. هذا التاج شنو؟ ما بي closing، هذا يسموه empty element او يسموه self closing tag، يعني تاج واحد ما بي opening و closing مثل بقية التاجات، مثل يعني هذا يشبه تاج البي ار اللي اخذناه ويشبه تاج الاتش ار، قلنا هو عبارة عن تاج واحد فقط ما بي opening و closing، بس تاج واحد. هذا الايمج اهم خاصية بي اللي هي السورس اللي هي SRC السورس SRC، وهذا تشبه خاصية الاتشرف اللي اخذناها وين باللينك. هنا نكتب شنو؟ نكتب رابط الصورة، نكتب مكان الصورة، سواء كان هذا الرابط هو ابسولوت مثل ما شفنا ابسولوت URL، مثل ما شفنا في الفيديو الخاص بالروابط قلنا الابسولوت URL هو يعني رابط موجود في موقع الكتروني يحتوي على البروتوكول ويحتوي على الدومين نيم ويحتوي على مكان الصفحة، اذا كان ابسولوت او كان ريلاتيف. الريلاتيف URL قلنا شنو؟ قلنا يعني معناتها اذا بدنا نحكي عن الصور معناتها الصورة موجودة عندك بالفولدرات مال موقع مالتك، فتنطيها الفولدر بيا فولدر موجودة واسم الصورة والاكستنشن مالتها، مثل ما شفنا بالروابط في موضوع البيجز من قمنا نربط صفحة بصفحة ثانية. فهنا هذا الاتريبيوت اللي هو السورس نخلي بيه اما ابسولوت URL او نخلي بيه شنو ريلاتيف URL. فخلي نجرب هذه ونشوف، بعدين نحكي عن الاتريبيوت الباقية اللي موجودة بهذا التاج. طبعا راح نحكي عن اهم الاتريبيوت، ما راح اقدر اعددها كلها، دائما احنا ناخذ المهم. نجي هنا على هذا الفولدر مالتنا، هذا البرنامج الويب صفحة الويب مالتنا اللي كتبناها، مثلا خلينا ناخذ صورة، ناخذ صورة من موقع. طبعا صورة البي ان جي هي تشبه هذه، هذني هي صور بي ان جي، ونلاحظ انه ما بيها فد الوان هواية، ما بيها الوان هواية، بينما هذه الصورة
هذه هي جي بي جي لان هي صورة حقيقية، فنستخدم جي بي جي. فمثلا اذا اردنا نخلي هذه الصورة، فرضا هذه الصورة، رايت كليك واختار كوبي ايمج ادرس، كوبي ايمج ادرس. فهسه راح ينسخلي اذا اجي هنا اسوي بيست، راح ينسخلي رابط الصورة. لاحظ هذا الرابط شنو هذا يسموه؟ هذا يسموه ابسولوت يو ار ال. ليش؟ لانه بي بروتوكول وبي دومين نيم، وهذه الصورة مخزونة، وهذه الاكستنشن مال الصورة شنو هو؟ دوت بي ان جي. فاذا ادوس انتر راح يطلع لي الصورة موجودة. اذا بدي اسيفها عندي بالحاسبة رايت كليك، او خلينا ناخذ بس الادريس مالتها، راح اخليها وين؟ اخليها بالصفحة هذه. راح استخدم ابسولوت يو ار ال، نفتح البراكتس، مثلا اريد اخلي الصورة، مثلا اريد اخليها هنا ورا هذه الجود ايفنينج، راح اخلي شنو؟ راح اخلي التاج مال ايمج، فالمفروض الصورة تظهر لي هنا، او ورا هذه الاتش ار، ورا هذا الاتش ار راح اخلي الصورة. فاذا وين اصعد اني بيا صفحة بالاندكس دا اشتغل، فاصعد لي فوق، هذا هو الاتش، هذا الجود ايفنينج وهذا هو الاتش ار، اريد ورا اخلي الصورة. فانت وين ما تكتب التاج مال ايمج راح تظهر الصورة حسب مكان التاج. التاج هو شنو؟ اي ام جي src يساوي دبل كوتيشن، واخلي الرابط انا مسوي له كوبي، ونسد التاج. قلنا هذا ما بي كلوز، هو اصلا سيلف كلوزنج. اسيف كنترول اس، واجي هنا انا شو اسوي؟ اسوي ريفرش، الاحظ شنو؟ الصوره ظهرت عندي. هذا استخدمت شنو اني؟ استخدمت الابسولوت يو ار ال. طبعا هذه الطريقه ما حد يستخدمها، يعني ما حد يستخدم ابسولوت يو ار ال بروابط الايمج. ليش؟ لانه احتمال عندك هذا انت مين اخذته؟ اخذت الصوره من موقع. اكو مشكلتين بهذه الحاله. المشكله الاولى انت يجوز هذا يبدل الصوره هاي، يخلي غير صوره، او يجوز يحذفها، او يجوز الموقع ينلغي، او الموقع يغير عنوانه او عنوان الصفحه مالته. فاي شيء هذا الموقع اللي انت اخذت منه الصوره يغيره، الصوره مالتك بعد ما تظهر. مثلا اذا هنا اي شيء يتغير، غير هذا العنوان، الصورة مالتك بعد شنو؟ ما راح تنعرض، راح تصير هيك بروكن لينك، يعني بروكن ايمج. هيك معناتها الصورة الباث مالتها غلط، اما ما موجودة او الباث مالتها غلط. فما يصير احنا ناخذ صور من مواقع نقول له كوبي ادرس ونستخدم ابسولوت ادرس وين؟ بالمواقع. هذا الشيء ما يصير. ليش؟ لانه احتمال الموقع يتغير، احتمال الصورة تلغي، احتمال الصفحة تلغي، احتمال اللينك يتغير. اي شيء يصير بهذه الامور راح الصور بالموقع مالتك كلها تصير شنو؟ بروكن لينكس. هذا المحذور الاول. المحذور الثاني انه ما يصير انت تجي على اي موقع بالدنيا وتجي تاخذ منه الصور مالته. ليش؟ لان اكو كوبي رايت، لان هذا الموقع نفرض هو مسوي هذه الصور، يعني هو مشتغلها مسويها، او منطيها مثلا الشخص جرافيك ديزاينر يشتغل على الفوتوشوب مسوي له هاي الصور. فما يصير احنا نجي ناخذ من المواقع صور ونحطها بموقعنا، لان هذه كلها بيها كوبي رايت، بيها حقوق. ما يصير موقع ياخذ من موقع صور. فالحل شنو؟ الحل بالصور احنا نستخدم شنو؟ نستخدم ريلاتيف لينكس، ما نستخدم ابسولوت، ونستخدم صور احنا نسويها، ما نستخدم صور من مواقع اخرى. طبعا اكو مواقع خاصه تنطيك صور يعني مجانيه ما بيها حقوق، تقدر تستخدمها من الموقع مالتك، بس غالبا نروح على موقع مواقع شخصية مثلا وناخذ منها صور، هذا يكون بمحذور. فاذا الحل شنو؟ الحل انه نستخدم صور احنا نسويها، ونستخدم ريلاتيف لينك وين؟ بالاتريبيوت السورس مال ايمج. فمثلا هذه الصورة اخزنها سيف باعتبار هذا الموقع مالتي، اروح على الفولدر وين قلنا نخليها بالايمج سيف. فهسه انا خزنتها بهذا الفولدر ايمج، مثل ما قلنا قبل، قلنا نرتب الصور فولدرات، وهنا نسميها ايضا اسم يكون له معنى، يعني ما اسميها هذا رقم، اسميها مثلا ويب، ويب دوت بي ان جي. دائما نختار اسماء مختصرة حتى شنو؟ بالكود يصير اللينك قصير. فهسه اسمها ويب دوت بي ان جي، وين موجودة؟ موجودة في فولدر اسمه اي ام جي. فمن اجي هنا باللينك اريد اكتب شنو هسه؟ بعد ما اريد هذا الابسولوت يو ار ال، اريد اكتب relative URL، فاكتب img
وويب دوت بي ان جي. فهسه صار السورس لوكال، صار السورس الايمج موجوده عندك بالفولدر مالتك، ما ماخذها انت من الانترنت. هو هذا الشيء اللي متبع عندنا بالمواقع. بندوس ريفرش، لاحظ هذه الصوره وين موجوده؟ موجوده عندك بالفولدر بالحاسبه مالتك. فهيك احنا نستخدم الصور بالنسبه بالمواقع مالتنا. طبعا نفس الكلام اللي حكيناه احنا وين باللينكات، هذا حكينا كلام احنا على الريلاتيف لينكس، وقلنا انه الريلاتيف لينك ذني اذا كانت عندك فولدر ثاني، اذا الصوره موجوده في فولدر اعلى من الفولدر الاول، شلون نطلع من الفولدر، شلون ندخل بفولدرات والى اخره. نفس الحكي اللي حكيناه بالريلاتيف لينك بالفيديو الخاص بالروابط يتطبق هنا، لان هو هذا باث، سواء كان صورة، سواء كان صفحة انترنت، سواء كان بي دي اف، اي شيء قواعد الباث تتطبق عندك. ما دام هسه انت وين؟ بالاندكس. الاندكس وين موجودة؟ بالروت. فتدخل الى فولدر الايمج وتلقى هذه الصورة. اذا موجودة هذه الصورة في فولدر اخر مثلا، تكتب اسم الفولدر هنا شنو اسمه، وتكتب سلاش يلا الصورة. اذا موجودة في فولدر قبل الاندكس، طبعا ما عندنا فولدر قبل الاندكس لان قلنا الاندكس دائما يكون بالروت، بس فرضا لازم نكتب شنو؟ نقطتين سلاش حتى نطلع برا الفولدر وهكذا. بس هي حاليا الصوره هاي موجوده بالايمج، موجوده بداخل هذا الفولدر. زين، خلينا ناخذ بعد اتريبيوت. هذا الايمج قلنا هذه الاتريبيوت السورس اللي هي اهم اتريبيوت موجوده وين؟ بي، لان هو بدون السورس ما نقدر نخلي ايمج، السورس هو اللي يدليني الايمج وين. زين، اكو فد اتريبيوت شنو اسمه؟ اسمه الت. هذا الاتريبيوت اسمه الت، يعني هذا الاتريبيوت الثاني وين نكتبه؟ نكتبه هنا، نخلي سبيس ونكتب الاتريبيوت الثاني مثل ما قلنا، بس انا راح اكتبه هنا. الالت معناته شنو؟ معناته alternative text. alternative text. هذا شنو فائدته؟ هذا طبعا الالترناتيف text يفيد، يعني اول شيء شنو هو التكست اللي راح نكتبه؟ نكتب تكست يشرح الصوره، لان بعض الامور اكو صور مثلا اذا صوره منظر طبيعي او صوره مثلا فد، خلينا نقول فد مكان او فد جامعه او صوره مثلا فد حيوان معين، نقدر شنو؟ نذكر هنا وصف هذه الصوره عن طريق تكست، نوصف الصوره بتكست. هذه لمن تفيد؟ تفيد قلنا السكرين ريدر، الشخص الكفيف اللي ما يشوف يتصفح الموقع. اذا ما حاطين الت ما راح يعرف هذه الصوره شنو، لانه سكرين ريدر ما يقرا الصور، يقرا التكست. فاذا حاطين ويا الصوره alternative text راح يقدر يعرف انه هذه الصوره شنو. فهذه الفائده الاولى. الفائده الثانيه السيرش انجن، من نسوي سيرش ونروح على الايمجز على النتائج، شلون تطلع هذه الصور مطابقه للنتائج؟ لان حاطين بالالت اتريبيوت حاطين وصف للصور مالتهم. اذا تحط بالصور مالتك هنا تكست توصف الصوره، فمن واحد يجي يسوي سيرش الى كلمات مشابهه للتكست اللي انت كتبته، الصوره مالت موقع مالتك راح تطلع له وين؟ بالنتائج مالته. فهذه الفوائد، فائده بالنسبه للسكرين ريدر وفائده بالنسبه لمن؟ للسيرش انجن. دائما الصوره اللي بها معنى نخلي لها alternative text. اكو بعض الصور ما بها معنى، مثل ايش؟ مثلا انا هنا أنا باكر اريد، ما اعجبني هذا الخط، اريد اجيب فد خط مثلا ب مثلا زغرفه او بفد شيء، فاجيبه صوره واخليه هنا، هذا ما بمعنى، يعني ماكو داعي اوصفه، هو مجرد خط. بينما اذا صوره منظر طبيعي او صوره فد شيء معين اقدر اوصفه بكلمات، فتفيدني اخلي شنو؟ الالترناتيف تكست. فهسه هنا من اجي اضيف الاتريبيوت الثاني، اكتب الت يساوي دبل كوتيشن مثلا ويب ديزاين بهذه الصوره راح يصير عندي. من اجي هنا انفذ، طبعا شنو هنا؟ ما راح يعني يبين اي شيء، لان قلنا الالت هو ما له علاقه بالهذي، يفيد محرك البحث ويفيد شنو؟ ويفيد السكرين ريدر. فالسكرين ريدر من يجي يشوف هذه الصوره ايش راح يقرا له؟ راح يقرا له يقول له هذه الصوره مال ويب ديزاين. تقدر طبعا مو بس هيك، تكتب له فد جمله كامله تشرح له هذه الصوره شنو. فهذه تستخدمها بس للصور اللي تحتاج هذا الاتريبيوت. عندنا اتريبيوت ثالث اللي هو شنو؟ التايتل. التايتل ايضا هذا نخلي بيه شنو؟ نخلي بيه فالتكست معين، نكتبه، نكتب تكست معين. هذا راح يطلع لنا على شكل تول تيب تايتل مثلا،
ويب ديزاين. شنو تول تيب؟ يعني هذا من يجي هنا هيك يوقف على الصوره بس يعني بدون كليك، مجرد يوقف يطلع له هذه الرساله تقول له شنو ويب ديزاين. هذه يسموها تول تيب، بس واحد يوقف على الصوره. هذه يا خاصيه، خاصيه التايتل ايضا هي كلها اوبشنال، يعني اذا تريد تخليها او ما تخليها بكيفك، بس السورس هي الاساسيه. زين، عندنا بعد خواص اخرى اللي هي مهمه، اللي هي الويدث والهيت. الويدث والهيت اللي هي العرض الصوره تقدر تتحكم به عن طريق الاتريبيوتس. طبعا تنطي شنو يفضل؟ يفضل تنطي بالبكسل، مثلا نقول له 100 بكسل، والهيت اللي هو الطول او الارتفاع مثلا 50 بكسل. القياسات بالبكسل، هذه اتريبيوتس تتحكم بابعاد الصوره. هسه هاي الصوره اللي عندي قد ابعادها، اروح عليها هنا أنا بالفولدر، كليك عليها هنا أنا الدايمنشنز قد مكتوب 400، يعني عرضها 400 بكسل في 225 ارتفاعها، ارتفاعها 225 بكسل. فانت اذا ما تحدد هنا بالاتريبيوت، ما تحدد او ما تذكر الهيت والويث، شو راح ياخذ؟ راح ياخذ الابعاد الاصليه مال الصوره مالتك، ويعرض لك اياها هنا 400 في 225. اذا حددت مثلا هنا قلت له انا اريد العرض ويث يساوي 200 مثلا بكسل، والهيت يساوي 100 بكسل. لاحظ انه افصل دائما بين الاتريبيوت بسبيس فقط، وش قد ما اقدر، يعني ايش قد ما اريد اتريبيوت اقدر اخليه بالتاج الواحد. من اجي اسوي ريفرش، لاحظ صارت هسه حسب الحجم اللي اني سويته. بس هذه الطريقه شنو؟ هذه الطريقه ما محبذ ان تستخدمها، يعني يقول لك ما محبذ انه انت تصغر الصور باستخدام هاي التاجات. اذا تريد الصوره بحجم اصغر، روح صغرها بالفوتوشوب او باي برنامج مال الصور، حط الابعاد اللي تعجبك وجيبها بالفولدر، لا تصغر بالتاجات، لان هذا راح ياخذ وقت وين بتحميل الصفحه. بالاضافه انه ننتبه الى شغله جدا مهمه، الى حجم الصوره. حجم الصوره ما يصير يكون حجم جدا كبير. هاي الصوره قد حجمها؟ هذه 18 كيلو بايت، يعني مقبول تتحمل، لانه موقعك اهم شيء يتحمل بسرعه. اكو مواقع تصير كلش ثقيله، ليش؟ لانه حاطين بها صور كبيره مثلا، يعني ما يصير احط صوره بالموقع حجمها ميجا بايت او اكثر من ميجا بايت، لانه راح تاخذ وقت بالتحميل، الصفحه تتاخر كلش على ما تظهر لليوزر، وهذا فشي من يعني يعتبر فشي نقطه ضعف بالتصميم، لازم تستخدم صور حجمها صغير. زين، فانت اذا هذه الصوره تريدها بابعاد معينه حسب التصميم مالتك، ما تريدها هيك هي القد حجمها، مثلا 100 في 200، لا تصغرها بالاتريبيوت، صغرها بالبرنامج فوتوشوب او اي برنامج اديتنج مال الصور، سويها 100 في 200 واجي هنا جيبها، راح يجيب لك اياها بالحجم الطبيعي مالتها. فتقدر تستخدم انت الويث والهيت، بس الافضل انه تسوي الاحجام الصور مالتك قبل لا يعني تسويها في البرنامج، قبل تستخدمها بالموقع مالتك. زين، هذه بالنسبه لهذه الخصائص. طبعا اكو خصائص اللي هي الالاين. خصائص الالاين هذه كانت موجوده قبل ال HTML5، يعني ها خاصيه الالاين اللي هي المحاذاه. انت الصوره اذا تلاحظون اني من دا اشرح بهاي الفيديوهات، كل ما دا اضيف عنصر وين دا يصير بهذه الجهه، وشي جوا شي، ماكو شي طلع عندي بهاي الجهه. يعني كل ما دا اضيف باراجراف، اضيف ليست، اضيف صوره، دائما وين دا تظهر عندي؟ هنا أنا بالجانب الايسر مال الشاشه. ومن اضيف هسه ايمج اخرى راح تنضاف جواها، اضيف وراها تنضاف جواها، وين؟ باليسار. بدا ينضاف شيء عندي هنا بهذه الجهه. وطبعا هذا احنا قلنا مواقع العناصر راح نتحكم بها بعدين باستخدام السي اس اس. السي اس اس تخليك تتحكم باي عنصر وين ما تريد تخليه فهسه باي ديفولت الصوره تظهر بهذا المكان. نقدر احنا نستخدم الالاين، خاصيه الالاين ويا الصوره، اقول الالاين يساوي رايت، يعني يسوي لي محاذاة الى جهة اليمين، راح ينقلها وين؟ لليمين. بس هذا الالاين قالوا هذا راح نلغيه، يعني بال HTML5 موجود، قالوا ما يصير، مو موجود، بس قالوا مو محبذ انه تستخدمه، لان احنا نشتغل HTML5. قالوا هذا ما محبذ تستخدمه، لانه بالتحديثات الجديدة يجوز البراوزر، دائما البراوزر يتحدث،
يجوز بالتحديث من تحديثات البراوزرات بعد هذا يتوقف الدعم عليه لانه شالوه. قالوا بعد انت اذا تريد تسوي الاين الى صوره تحطها يمنه، تحطها بالنص، تحطها باليسرى، تستخدم سي اس اس. هذا هو الستاندر الجديد، انه تستخدم سي اس اس في تحديد مواقع الصور. الالاين قالوا هذا فشي قديم وراح نلغيه لانه بمشاكل معينه. هو يشتغل حاليا بس يجوز بعد فتره تتحدث البراوزرات وبعد ما يشتغل عندك. فالالاين ما نستخدم الاين كاتريبيوت، ما نستخدمه طبعا. نستخدمه وين؟ نستخدمه بالسي اس اس. ان شاء الله ما راح تجي الفيديوهات مال سي اس اس راح اشرح لك شلون تسوي الاينمنت للصور. اذا لاحظ هذا طبعا قبل لا امسحك فد ملاحظه انه هذا شو يسموه هذا الايمج؟ هذا يسموه هنا يسموه انلاين اليمنت. هذا الايمج يسموه انلاين اليمنت. يعني شنو؟ يعني اكو عناصر ذني ال HTML tags قسم يسموهن انلاين وقسم يسموها بلوك. اكو عناصر خل اكتبها الاليمنتس او التاجز. احنا قلنا ال HTML تتكون مجموعه من الاليمنتس. الاليمنت شلون اوصفه؟ اوصفه بالتاج، اما opening closing tag واما تاج واحد مثل هذا. ذني نوعين بالنسبه الى طريقه عرضهم بالشاشه. اكو نوع شنو هو يسموه الانلاين، واكو نوع شو يسموه بلوك. شنو الفرق هذا عن هذا؟ الفرق انه هذا البلوك يضيف لك، يعني يصير على سطر واحدة، يصير على سطر واحدة، بينما الانلاين لا، من الضيفة ما يصير على سطر واحدة، يصير بصف العنصر القبلة. يعني شلون؟ مثلا هسه اجي انا هنا، اجي انا هنا، من اجي هنا بالاخير، من اجي هنا بالاخير بصف هذا الجو اب، خلينا نشوف الجو اب شلون صاير. هذا الجو اب، هذا من اريد اضيف باراجراف وين تنضاف؟ ما تنضاف بصفه، تنضاف وين؟ تنضاف جوا. ليش؟ لانه الباراجراف حتى لو ضفته انت هنا، لانه الباراجراف هو عباره عن بلوك اليمنت، عباره عن بلوك اليمنت. صح انا ضفته هنا بس ما راح ينضاف بصفه، راح ينضاف جوا. اذا اسوي ريفرش لاحظ نضاف جوا. ليش؟ لانه الباراجراف اصلا هي تسوي مسافه قبل وتنزل سطر وتخلي لك الاليمنت يعني مكان واحد كانما بلوك كامل تضيف لك. كذلك البي ار اللي ينزل سطر ايضا يعتبر شنو؟ بلوك اليمنت. الايمج مثل ما تلاحظ هنا أنا مو بلوك ايمج، مو بلوك اليمنت، انلاين اليمنت. من ضفت الايمج هنا، من ضفت الايمج هنا اللي هي هذه ورا ال HR سويت لها align right، المفروض لو هي بلوك هذه الباراجراف تصير جواها، لان قلنا البلوك يضيف سطر، بس هي مو بلوك element inline. ليش؟ لانه هذه ال P مال welcome صارت بصفها. لاحظ من سويت لها align من جهة اليمين صارت هذه الباراجراف بصف هذا الايمج. اذا هذا الايمج هو ما يعتبر بلوك element، يعتبر شنو؟ inline element. هاي الانلاين والبلوك راح تفيدنا بعدين بالسي اس اس من نجي نميز بين التاجز. اذا هذه هي اهم الاتريبيوت، طبعا مو كلها، هذه اهم الاتريبيوت. قلنا هذه الالاين بعد احنا ما نستخدمها، راح نستخدم سي اس اس. اكو فد تاجين ضافوها بال HTML5، بما انه احنا بدنا نشرح HTML5، فاكو تاجين جديده ضافوها خاصه بالايمجز او خاصه بالصور اللي موجوده بال HTML. هذا التاج اسمه فيجر، اسمه فيجر، وبداخله تخلي الايمج مالتك، داخله تخلي الايمج. وهنا اكيد راح يكون سورس يساوي وهذا الباث مال صوره. وهنا أنا. هذا الفيجر بداخله تقدر شو تخلي؟ تخلي فشي اسمه كابشن، تخلي فشي اسمه كابشن. الكابشن يشبه هذا، الكابشن يشبه هذا. هذه مثلا صوره، هذا التكست هذا مو باراجراف، هذا كابشن لهذه الصورة، يعني مثل العنوان إلى هذه الصورة يسموه كابشن. يعني هذا لا هو تايتل ولا هو الالترناتيف تكست، هذا هو يسموه شنو؟ يسموه كابشن. هذا الكابشن ضافوه وين؟ ضافوه هذا أيضا كابشن، ضافوه بال HTML5، ضافوه لفد شنو؟ تاج جديد. يعني قالوا التاج هذا الفيجر تخلي الصورة وتقدر هاي الصورة تحط لها كابشن عن طريق هذا التاج، تكتب فيجر
او FIG caption، وهنا تكتب مثلا this is او web design، اي شيء تكتبه راح يصير كأنما caption للصورة، وتسد التاج FIG caption. هاي التاجين اللي هي الفيجر والفيجر كابشن ضافوها وين؟ بال HTML5، يعني بالنسخ القبلها مال HTML ما موجودة. فخلينا نجربه. اذا هنا ضفت الفيجر، فيجر طبعا الكابشن خلينا نخليه ورا الصورة، هذا موجود عندي طلع لي ويب design lessons. خلينا نشوف براوزر شلون يعرضه. ريفرش، لاحظ هذا هو الكابشن، يكون فد شيء يعني ملحق ويا الصوره، كانما ملتزم وين؟ ملتزم بحواف الصوره، ونلاحظ انه ينطيها فد يعني indenting، يعني زحف الصوره عن هذا الطرف، كانما زحفها عن هذا الطرف. هذا منو زحفه هيجي؟ هذا التاج مال فيجر، كانما يبرزها للصوره ويخليها وجواها يخلي لك شنو؟ يخلي لك هذا الكابشن. فاذا هذا التاج اللي هو شنو؟ الفيجر والفيج كابشن ضافوها وين؟ بال HTML5. فهذه كانت اهم الخصائص اللي موجودة بالامج تاج اللي هو خاص بال HTML وكيفية التعامل مع الصور بالمواقع الالكترونية.